خلال صحتي في ماكلتي نقول صباح الخير لأسماء زريولة الأخصائية في الحمية والتغذية. مرحبا بك. صباح النور هناء. إذن اليوم غنتكلموا على فاكهة من الفواكه الموسمية اللي كيكثر استهلاكها في هذا الفصل، هذا فصل الصيف، وهي في متناول الجميع بالنسبة للثمن وما كتستغناش ما كيستغناوش عليها في جميع البيوت المغربية. نعم. وعندنا مجموعة من التسميات، كاين في الدار البيضاء كيقولوا الدلاع، يمكن في أماكن أخرى الدلاح، الكوار، بزاف ديال التسميات. نعم، اليوم غنتكلموا فعلا على الدلاح. فالدلاح فاكهة موسمية اللي يعني أهم ما يميزها هو يعني الاحتواء ديالها على كمية كبيرة من الماء، هذه أولا. نعم. فتقريبا كمية الماء اللي فيها كتقارب ديك 90%. كذلك عندنا الاحتواء ديالها على مجموعة يعني من المعادن، فكنلقاو الكالسيوم على رأس يعني المعادن اللي كتحتوي عليها هاد الدلاح هذا. عندنا أيضا فيتامينات، عندنا أيضا مضاد أكسدة مهم اللي هو لاليكوبين. لاليكوبين مضاد أكسدة قوي وفعال بزاف، واللي كنلقاو في المادة ديال الدلاح. نعم. عندنا كذلك الدلاح هو واحد يعني الفاكهة اللي مهم ان الحوامل المرضعات يتناولوها. علاش؟ لانها كتزيد يعني ديك التركيبة ديال الدلاح بكمية الماء اللي فيها، بالمعادن، بالفيتامينات اللي فيها، كتكون ممتازة لعملية ديال الارضاع. رغم انه ما هو شائع العكس، لأن تيقول كيعمل الإسهال داك الطفل. هو العملية هو الإسهال، فخصنا نعرفوا أن هذاك الطفل، لأن هذا المشكل مطروح بزاف عند الأمهات المرضعات، من كيكون يعني أن إلا كلينا فاكهة موسمية غادي يتسبب له في الإسهال. فهذيك العملية ديال الإسهال ما هي إلا بحال واحد لادابتاسيون ولا تعود ديال الجهاز الهضمي ديال الرضيع على واحد الفاكهه اللي هي جديده، ولا واحد النوع غذائي اللي هو جديد. اذا دائما ناكلوا شويه في الاول باش كنعرفوا الجسم على داك الماده، واخا نكونوا رحنا كليناها العام اللي فات يمكن الجسم ديالنا نساها. طبعا. فدائما بالنسبه للاسهال عند الاطفال، دائما الام تحاول تاخذ واحد الكميات اللي هي يعني تدريجيا تبدا تاخذ مثلا دلاح باش حتى الرضيع كيتعود على داك المذاق ديالها ديال على المذاق، وعلى يعني باش ما ديرليش الاسهال يعني بكثره. غير هنا ملي كنهضروا على الاسهال راه خصنا نفرقوا دائما بين الاسهال اللي كيصيب الطفل نتيجه لهدوى ميكروبيه، وبين الكريشه ملي كتطلق عند هذاك الرضيع. نعم. فهذه مساله مهمه. فالمربع من بين الفواكه اللي منصوح بها في هذا الموسم هذا هو يعني الدلاح، كيف ما قلت لانها تركيبة فعالة باش يعني يزيد الإضرار ديال الحليب. عندنا أيضا الناس اللي عندهم القرحة ديال المعدة كيكون الدلاح مهم ليهم، لأنها كتهدن شوية ديك القرحة ديال المعدة. كنلقاو أن مرضى الكلي بحال البارح اللي تكلمنا على العنب، فحتى مرضى الكلي كنلقاو أنهم من الجيد أنهم ياكلوا الدلاح باش يمنعوا يعني التكون ديال دوك الحجر في الكلاوي. كنلقاو ايضا يعني مرضى السكري. نعم. مرضى السكري من كي مسموح لهم مرضى السكري مسموح لهم انهم ياخذوا كميه معقوله اللي هي جوج طريفات ثلاثه على الاكثر من الدلاح. نعم. بحسب شحال قداش قطعنا دوك الطريفات، واش تقطيعه مغربيه ولا تقطيعه موديرن؟ يعني كنلقى واحد تقطيعه يعني مربعات اللي هما متوسطين وصافي. كنسالوا دائما على هاد الامراض اللي كتمنع تناول الدلاح. نعم. الامراض هما الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال الاسهال ممنوع عليهم، الناس اللي عندهم مشكل في الجهاز الهضمي بحال كرون، واحد الالتهابات في الجهاز الهضمي. نعم. مزمنه كنمنعوهم عليهم، خصوصا ملي تيكون في البوسي، يعني في كيكون
يعني في المرض في الـ في الـ يعني في الأوج دياله. عندنا يعني هادو تقريبا هما الأمراض اللي كيمنعوا. وأيضا مرضى الكيلي واللي كيلي وتصفية ديال الكيلي فتن الله يعني ممنوع عليهم بحال بزاف ديال الأغذية أخرى. وكيبقى نعرفوا أن مني كنستعملوا الدلاح خصنا ناخذوا ديك الساعة ما نخليوش في الهواء، هذه مهمة لأن كيوقعوا تفاعلات كيتكونوا مواد مضرة للصحة. نعم، الطريقة السليمة لاستهلاك الدلاح أنه ما نقطعوه حتى نبغيو ناكلوه. وكنلاحظوا هذه المسألة هذه، يعني إلا قطعناه وخلينا غير واحد الساعة راه كيولي كله ما واللون ديالو كيتغير. فهذه نهائيا التفاعلات مع الهواء مع الماء مع المكونات ديال الدلاح كيكون واحد يعني التكون ديال مواد أخرى غير مستحب نهائيا. نعم، ولكن عادة كتكون ديك الدلاحة كبيرة بعد نوبات كنقطعوا غير النص ديالها وكيبقى النص ديالها كنلويو عليه السولوفان ونحطوه في الثلاجة. هذه ماشي مشكل نهائيا، هذه ممتازة دائما لأن المشكل هو الأكسدة. خصنا دائما نمنعوا التأكسد بأننا نديروا هذه العملية هذه، وحتى ما نحطوش مثلا نخليو الدلاحة تبرد كلها نخليوش يعني غير طريفات هكا. نعم، الناس اللي هكذا يا مرضوا في الصيف بحالك بلا غريب واش ياكلوا الدلاح ولا لا؟ ياكلوا الدلاح فعلا، هو كنصحهم انهم ما يستعملوش لاكلي في السياره ولا في الدار. لاباس عليك اسماء، ما يكون بس بالشفاء ان شاء الله. شكرا جزيلا، وذكر بانك اخصائيه في الحميه والتغذيه، نتلاقاو غدا ان شاء الله.